إذن عن استمرار الانتهاكات الحقوقية في العراق، تنضم إلينا عبر الهاتف من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني. دكتورة فاطمة، سلام الله عليكم. في بيان صحفي للمركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، أكدتم وفاة المعتقل حمزة الدليمي في سجن التاجي بسبب الإهمال الطبي، ولكن يعني مع تزايد حالات الوفيات داخل المعتقلات، هل هناك شبهة تعمد في ظل تكرار الوقائع إلى حد وصفها بالظاهرة دكتورة؟ نعم، السلام عليكم ورحمة عليكم الله، أحييكم وحيي مشاهديكم الكرام. نعم، كما تفضلت، فأصبحت ظاهرة هي تفشي الموت بين صفوف السجناء والمعتقلين في مراكز الاحتجاز، حيث لا يمر أسبوع أو بضعة أيام إلا و يعني تصدر الأخبار عن وفاة معتقل، وأحيانا تكون الوفيات تأتي المصادر بوفيات شبه يومية. نعم. يعني طب بالتأكيد هذا يؤكد أن هناك تعمد في يعني الإهمال الوضع الطبي في هذه المعتقلات والسجون من أجل أن تصل الحالة بالنزلاء إلى حد الموت. نعرف جيدا أن السجون والمعتقلات تعاني أوضاع سيئة جدا ومنذ فترات طويلة، ولا يوجد لدى المسؤولين عن السجون أو السلطات الحكومية أي حلول. دكتورة، هو في هذا السياق إذا ما تحدثنا عن الأسباب، يعني ما الدوافع التي تقف وراء هذا الإهمال الطبي الذي يشكل جريمة سواء في القانون الجنائي أو وفق المواثيق الدولية التي وقع عليها العراق؟ نعم، بالنسبة لمرتكبي هذه الجريمة، وهي طبعا بالتأكيد الحكومة هو من يتحمل مسؤولية هذه الجريمة، هي يعني هناك استهداف لهؤلاء النزلاء وهؤلاء السجناء. نعرف جيدا أن السجون أصبحت تسيطر عليها عصابات منظمة تستخدم كافة الطرق من أجل ابتزاز المعتقلين، ابتزاز السجناء، ابتزاز ذويهم، والحقيقة الكثير من التقارير التي وثقت هذه الأوضاع السيئة وأوضاع المعتقلين وما وصلوا إليه. وهو طبعا كما هو معروف هي جريمة بحق المعتقلين وجريمة بحق السجناء، خاصة وأن الحكومة مسؤولة عن الحفاظ على حياتهم، حتى لو كانوا معتقلين، حتى لو كانوا مجرمين، حتى لو كانوا قد ارتكبوا أي جرائم أو جرح، فالحكومة مسؤولة عن الحفاظ على حياتهم، لأنهم بالرغم من أن السجون هي ليست وسيلة للانتقام كما تستخدمها الآن الحكومة العراقية، بل هي وسيلة لإصلاح وتهذيب السجناء، ولكن الحكومة العراقية تستخدم الاعتقال وتستخدم السجون من أجل معاقبة أفراد معينين من الشعب العراقي. نعم. كما هو معروف أن استخدمت السجون لمعاقبة المكون السني، إضافة إلى معاقبة مناطق معينة في العراق لأغراض في وخطط في هذه المناطق، يعني ولذلك هي طبعا كما تفضلت هي في القانون هي جريمة، هي جريمة ترتكبها هذه الحكومة. طيب دكتورة، يعني على الرغم من الوفيات المستمرة داخل المعتقلات، لكن لا تزال إدارات السجون تنتهج التعذيب والإهمال الطبي، هذا الأمر دفع أهالي المعتقلين للمطالبة بإطلاق سراح ذويهم، لكن السؤال المطروح، إلى أي مدى يمكن أن تلبى مطالب الأهالي؟ كما نلاحظ لحد الآن أن الحكومة لم تستجب لأي مطلب من مطالب أهالي وذوي المعتقلين في السجون، بل أن الأوضاع يعني تزداد سوءا، والسجون يعني تمتلئ أكثر وأكثر بالمزيد من السجناء والمعتقلين، وتستخدم الحكومة طريقة القتل عن طريق انتشار الأمراض وغيرها من الحجج من أجل تصفية هؤلاء المعتقلين دون أن تسمح لهم حتى بالخروج. رأينا حتى أن هناك قانون كما يسمونه قانون العفو، نعم،
قانون العفو، ولكن لحد الآن لم يتم تطبيق هذا، وهو مجرد ضحك على دقون أهالي المعتقلين من أجل الاستفادة منهم في أيام تصويت الانتخابات، في أيام توزيع المناصب وغيرها. أما أن تستجيب الحكومة وتقوم ب يعني النظر في أي حتى في أسلوبها في الاعتقال، أسلوبها في التعامل مع ملفات المعتقلين، فهذا غير وارد لحد الآن، ومستمر الحكومة لحد الآن في نهجها هي ومن سبقتها من الحكومة. لو ذهبنا إلى الطارمية، كما تعرفون وتواترت الأنباء، شنت الميليشيات حملة اعتقالات ضد المدنيين في الطارمية. لماذا يستهدف هذا القضاء تحديدا باستمرار؟ يعني كما هو معروف، قضاء الطارمية له موقع استراتيجي مهم، هو من مناطق حزام بغداد. وهذه المناطق جميعها قد تم يعني استخدام نفس النهج ضد هذه المناطق، وأسلوب التغيير الديموغرافي والتهجير القسري لهؤلاء الساكنين في هذه المناطق عن طريق الاعتقالات، عن طريق العمليات العسكرية، عن طريق الكثير من الأساليب. المنطقة الطارمية كما هو معروف لديها موقع، سواء على طرق المواصلات، سواء على تأثيرها على الناحية الاقتصادية في العراق نظرا لغنى هذه المناطق، ولذلك السيطرة على هذه المناطق عن طريق تهجير أهلها سوف تجر أولا ربح مادي على من يسيطرون على هذه المناطق، إضافة إلى تحقيق طرق استراتيجية مهمة تستخدمها الميليشيات التي تسيطر الآن على العراق، والتي تدعم إيران ودول إيران من أجل أن تستفيد إيران من هذه المناطق لتحقيق أهدافها في التوسع في المنطقة وإيجاد منافذ إلى مختلف المناطق في المحيطة بالعراق. نعم. من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني، شكرا جزيلا لكم.